الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ما زال حديثنا عن قضية الرزق ومع الدرس 11 من دروس الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إذا علم المؤمن هذا لابد أن يستقر في يقينه أن الله تبارك وتعالى الذي أمده بالرزق وهو في رحم أمه ولم ينسه لحظة من اللحظات، إذا علم المؤمن هذا فعليه أن يعتقد اعتقادا جازما راسخا بأن قضية الرزق يد الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى في الحديث القدسي الجليل ابن آدم: يا ابن آدم، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيوني رغيف أسوقه إليك كل حين. ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. ابن آدم، إن لم ترضى بما قسمت لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، لا ينالك منها إلا ما كتبته لك ولا أبالي. لي عليك فريضة ولك علي رزق، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق. الرزق يجري على الجميع، فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق. ومن هنا فإن الخليل إبراهيم قال لربه: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني يا رب أقصر الرزق على المؤمنين، أما غيرهم فليذهبوا إلى حيث ألقت. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اجعل الرزق مقصورا على هؤلاء. فماذا قال له الخالق العظيم؟ قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إبراهيم يريد أن يجعل الرزق مقصورا على من آمن، وخالق العالمين جعل الرزق عاما على كل الخلق مؤمنهم وكافرهم. ولقد نزل رجل ضيفا على الخليل إبراهيم، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مضيافا، مرت به 3 أيام ولم يأته ضيف. عزتي أنا لا أطيق أكثر من هذا، لا أطيق مدة أطول من هذه المدة، وإذا برجل يطرق باب الخليل. ف
فيقدم الخليل له الطعام ولكنه يسأله: ما دينك؟ قال: أعبد الكواكب. فقال إبراهيم له: لا طعام لك عندي. وإذا بالرجل ينصرف، وإذا بالوحي الكريم ينزل على إبراهيم: يا إبراهيم، ربك يقرئك السلام ويقول لك: أتردته وقد نزل ضيفا عليك، وقد ظل 70 عاما يعبد غيري وأنا أرزقه ولا أنساه. وإذا بخليل الرحمن يسرع في طلب الرجل حتى عثر عليه وجاء به إلى بيته وأكرمه، والرجل يعجب وعلامات الاستفهام تتحرك أمام ناظريه: أتطردني ثم تبحث عني؟ فقال له الخليل: لقد عاتبني الله بشأنك. قال له الرجل: الله عاتبك بشأني؟ قال الخليل: نعم. قال: يعاتبك بشأني وأنا أعبد غيره؟ والله لا أسجد لأحد غير الله بعد اليوم، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا خليل الرحمن رسول الله. ابن آدم وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمت لك فلأسلطن عليك الدنيا. تصوروا، لم يقل له: لأسلطن عليك مرضا، أو لأجردن لك جيشا، أو لآمرن الأساطيل أن تمخر عباب الماء فتدمرك. لا، لأسلطن عليك الدنيا. والدنيا إذا سلطت على إنسان فإنه قد ضاع. ضاع لأن الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، وإذا أوجفت جفت. وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنا وما عدنا، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات، كم من ملك رفعت له علامات فلما على مات، كم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص وأشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. ابن آدم، الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، وإذا أوجفت جفت. لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة. وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل: يا رب، إن العيش عيش الآخرة. لأسلطن عليك الدنيا. يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولا ينال من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وهي راغمة
إن لم ترضى بما قسمت لك فلا أسلطن عليك الدنيا، تصبح عبدا للدرهم والدينار، تركض فيها ركض الوحش في البرية، يمينا وشمالا وشرقا وغربا، حتى إذا ما أردت أن تنام لا تنام، لأن الدنيا متمثلة أمام عينيك. لو كان لابن آدم واريان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله عن تاء. فالله ما نهايتها؟ فالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها ساعة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. مهما ذقت من نعيم الدنيا، ومهما تقلبت في طرفها وسندسها واستبرقها، ومهما سكنت من القصور العالية، ومهما استمتعت في الأماليد، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. فالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه لينام كان يقول كلمات كلهن رضا وكلهن تفويض لله، كان يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإذا ما استيقظ فإن أول كلمة من كلامه: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ذلك لأن النوم موت أصغر، ولأن الموت نوم أكبر. قال سيد المرسلين: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، إن لم ترض بما قسمت لك فلأسلطن عليك الدنيا. والدنيا إذا سلطت على إنسان أهلكته ودمرته. ولذلك كان الإمام علي رضي الله عنه إذا أسبل الليل ستره وأرخى سدوله كان يتمثل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم أي الذي لدغته حية، ويبكي بكاء اليتيم ويقول: يا دنيا في ديني، يا دنيا ماذا؟ غري غيري، غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير. عمرك قصير وخطرك حقير، آه من قلة الزاد ووحشة الطريق، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية،
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، قد كتب على بابها قول رسول الله: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أيها السادة الأعزاء، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم. مثل حرام، لو كان جبنا له الدكتور ما كانش مات، لو كنت رصت عليه في المذاكرة ما كانش صاب أبدا. إحنا ناخد في الأسباب وبعد كده نقول قدر الله وما شاء فعل. انما اللي بيقول لو ده مش احنا اللي نقول لو، اللي بيقول لو ده العندليب الاسمر، اللي بيقول لو كنت اعلم ان البحر مش عارف عميق جدا ما ابحر، ان شاء الله عندك ما ابحر، تقول اللي قال لك ابحر. ولو كنت اعلم ان الحب خطير جدا جدا فيري 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 ما احباك، طب ومين اللي قال لك حب؟ الله يحبك مش عارف برضه ايه، مين اللي قال لك حب؟ اهو ده اللي يقول لو على كيفه. ده لو دي حرف شحلقه في الجو، انما المؤمنين ما يقولوش لو ابدا، المؤمنين يقولوا قدر الله وما شاء فعل. شوفوا ادب النبي محمد، قدر الله وما شاء فعل. الراجل فاقد العينين وعنده شلل نصفي وقاعد بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. عافاني الحمد لله، كلمة الحمد لله بتريح، بتراح الزهقان، تراح اللي متضايق. ساعة ما يقول الحمد لله بيشعر بالسكينة نزلت في قلبه. بس الحمد لله تكون طالعة من القلب، تكون طالعة من القلب، مش واكل جوز حمام زي الحال يا فلان. الحمد لله، اللهم دفع نعمة واحفظها بالزوال يا راجل. واكل خرطة جبنة حدقة يعني حرام بلاصي، ازاي الحال؟ الحمد لله، هي عيشة واخرتها الموت. يا ساتر يا رب. ايه يا راجل زرعي، يا راجل يا راجل، اشمعنى يعني ساعة الحمام يبقى الفولت عالي 120 وساعة الجبنة الحدقة الحجر ينام؟ يا راجل مش كده، خليك فولت امال على طول. ايه الكلام ده؟ احمد ربنا، احمد ربنا اللي اداك معدة تهضم الجبنة الحدقة. احمد ربنا، والله العظيم لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. وبعدين يشوف واحد ركب عربية بيجو ولا مرسيدس بنز يقول يا سلام، ايه الناس اللي عايش فلان به ركب عربية، الواحد يتمنى يموت شهيد تحتها. مش الواحد مننا يقف على محطة 93 من 9 ل 12 يا اخي، ربنا مديك رجل تقف، تقف وانت مش حاجة، ما فيش عندك سرعة ترسيب في الدم، تقف 30 ساعة. انما هو عنده روماتيزم في المفاصل، لو وقف شوية يقع. قلت كرسي، انت بعد ما بتاكل الملوحة وتلاقي خيارة ميرة مرمية في المشي من سنة 47 قبل قرار التقديم، ومضروبة خنجر في جنبها عشان تمتص اكبر كمية من الاملاح اللازمة، بتقول هاتوا شاي. انما التاني بيقول ما عاد الزهقة دي ولا لا؟ ايه رأيك؟ احمد الله، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. النبي كان بيقعد على الارض، كانش بيعرف الفوتيه ولا الصفرة، كان بياكل بايده لان ايده دي معلقة ما بياكلش بها غيره. النبي كان راضي دايما، فارضى دايما، خليك راضي عن الله ليرضى الله عنك. الراجل بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق. لا تخضعن لمخلوق على طمع فان ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد ان يعطيك خردلة الا باذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين. واسترزق الله مما في خزائنه فان رزقك بين الكاف والنون.
واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وحد الله وحد الله لا اله الا الله. ام الامام الاصمعي بيساله بيقول له عافاك من اي شيء ابتلى به غيره؟ انت بتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق. عافاك من ايه؟ قال وهب لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. نعمة كبيرة. وهب لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. لسان بيقول الحمد لله وقلب يقول الشكر لله. ولذلك المؤمنين دايما في نعيم. حسن البصري بيقول علمت ان رزقي لا ياخذه غيري فاطمأن قلبي. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه نازل السوق في يوم يشتري قميص، فواحد مد ايده في جيبه خد منه شويه الدراهم اللي هيشتري بهم القميص. ابن مسعود يطلع الثمن ما لقاش الفلوس. الناس قعدوا يدعوا على الحرامي، ربنا يبتليه بمصيبه تاخده، ربنا يبتليه ببلوه. ابن مسعود قال لهم هو مين الانسان انا ولا انتم؟ قالوا له انت. قال لهم طب تعالى اما ندعي انا ادعي وانت تقولوا امين. بلهم بقى ابن مسعود هيقول ايه؟ يا رب ابتليه بكذا وكذا. فابن مسعود قال اللهم ان كان اخذها وهو في حاجة اليها فبارك له فيها، وان لم يكن في حاجة اليها فاجعلها اخر معصية له وتب عليه يا رب العالمين. حتى الناس اللي كانت بتنسرق كانت بتدعي للحرامي، كانت بتدعي له. سمعنا الصلاة على حبيب النبي محمد. بيقول وهب لي رسالا يذكره وقلبا يشكره. ذكر وشكر، مفيش اعتراض، مفيش اعتراض على حكم الله ولا على ما قضى الله. علمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به. ما فيش حد هيصلي بدالي ولا هيصوم بدالي، انا الذي ساسال عن عملي فقمت بعملي. نمره ثلاثه، علمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصيه. اطلع علي وشايفني، خشيت ان يراني على معصيه. اللي مطلع على عباد ربنا شايف العباد ربنا اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا. ولذلك الامين جبريل لما بيقول للنبي ما هو الاحسان، ما قالوش ان تتصدق على مسكين بصدقه، قال له الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ولذلك البنت بتقول لامها يا امه ألم ينهك أمير المؤمنين عن غش اللبن بالماء؟ فقالت لها يا ابنتي وهل يرانا أمير المؤمنين؟ فقالت لها يا أمه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. يبقى اللي مطلع على عباد ربنا، الله يدري كل ما تضمره، يعلم ما تخفي وما تظهره. وان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشره. اللي بيحاسب العباد هو الله. علمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصية. علمت ان الموت ينتظرني فاعددت الزاد للقاء الله رب العالمين. اعددت الزاد للقاء الله. النبي بيقول من شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل. اللي دايما يشتكي للناس معترضا على ما قضى الله فكأنما يشكو الله عز وجل. الصحابي اللي كان دايما يصلي وراء رسول الله ما فاتته تكبيرة الاحرام مرة وراء النبي. كانوا زمان اللي تفوت تكبيرة الاحرام وراء النبي كانوا يقولوا له عظم الله اجرك. يعني تعتبر هذه احدى المصائب.
ان تفوت تكبيره في الاحرام وراء رسول الله. النهارده بيبقى قاعد قدام الشطرنج 10 ساعات، الظهر جدا والعصر والمغرب والعشاء، قوم يا فلان صلي يقول لك كش ملك منهمك. اهو فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كوتشينا من يوم ما عرفنا الكوتشينا وعرفنا الطاولة وعرفنا الشطرنج ويقول لك لا ده احنا ما بنلعبش على فلوس، ده احنا بنلعب على مشاريب. طب ما هي المشاريب ببلاش ولا بفلوس؟ بفلوس. تاخد القرشين وتقعد بهم على القهوة وبيتك في مزيد الحاجة الى رغيف العيش، وتقعد عاكف على الاصنام طول النهار وبعدين تقول بلعب على مشاريب. طب هذا هو الميسر بعينه، واصبح الان الحرام يغزو البيوت غزوا عنيفا، ونسأل الله ان يسلمنا من هذه الدنيا. الصحابي اللي ما كانتش بتفوت تكبيرة الاحرام وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يجد الا ثوبا واحدا يصلي فيه وتصلي زوجته فيه، مراته قالت له البس انت الثوب وروح صلي ورا النبي وبعد الصلاة تعالى بسرعة حتى ادرك الوقت في اوله، عشان هي راحت تصلي وراح صلى ورا النبي. والنبي قال له كيف حاله؟ قال له حالي كما تراني يا رسول الله، الحمد لله. النبي كان يقدر يقول له ربنا يسهل عليك، وهي كلمة جبر خاطر، انما النبي كان لا يعرف المواقف السلبية، كان يعرف المواقف الايجابية. يعني يا فلان انت ما زرتش فلان ليه؟ ده عيان، جارك عيان، يوم يقول ربنا يشفيه. طب ما ربنا يشفيه هيشفيه، انما انت تزوره برضه عشان خاطر يمكن يكون عايز ثمن الدواء، يمكن يكون الراجل بتاع العيش ما جابلوش حش من يوم ما نام في بيته ما تكسبش، فانت تشوف حاله. فالنبي خلع احدى قميصيه والبسه لذلك الصحابي. الصحابي خد القميص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل به على زوجته فرحا مسرورا. وحد الله، قل لا اله الا الله، وسمعني الصلاه على الحبيب النبي. قامت مرات الصحابي لما شافت قميص النبي على زوجها قالت له ماذا فعلت مع رسول الله؟ قال لها ما فعلت شيئا. قالت له اشكوت الله تعالى الى رسوله؟ قال لها وداك القميص ليه؟ مش لابد انت قعدت تشرح له؟ قلت له الحاله ضيقه ومفيش، انت اشتكيت ربنا الى النبي صلى الله عليه وسلم، امال اداك القميص ليه؟ فقال لها والله ما قبلته الا لاكفن فيه بعد موتي. انا خدت القميص عشان اجعل منه كفن بعد الموت. لما الملاكين يقولوا لي من ربك؟ اقول لا اله الا الله. لما يقولوا ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ قال لهم انا لابس قميص اهو، الرجل يعني معاه رخصه ملاكي، يعني يعدي على جميع الاكشاك بدون تفتيش. ما فيش واحد هيقول له طلع النمر واركن يمين ابدا، لانه معاه قميص النبي، يبقى يدوس على الثالث ولا يهمه حاجه وماشي على طول. انا ما قبلته الا لاكفن فيه. وحد الله، لا اله الا الله. ومن قعد الى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه. يعني خليك معتز بالله، متمسك بالله، واثق بالله، واعلم بان الرزق والاجل مكتوبان في الله.